بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في كلام كتير واشاعات كتير بدات تطلع بعد ما المباراه ما خلصت ان كابتن حسام حسن بيحضر جهاز كهرباء للمدافع الجامايكي ده من لوي علشان خاطر يعاقبه عقاب اليم جدا على ازاي تعمل ضربه جزاء قدام مروان محسن، وده اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده. جايين نتكلم عن مباراه الاهلي والاتحاد السكندري. لو انت من الناس اللي فاهمه ان انا ممكن اطلع اتكلم بعد لما السماري مدير فني عبقري وقدر يرجع بالفريق بسرعه كبيره جدا، والراجل يحسب له انه حضر الفريق ذهنيا والكلام ده، فهناك هتلاقي عند سيف زاهر او احمد شوبير هتلاقي الكلام ده موجود بالرطل وبالكوم. انما احنا هنا جايين نتكلم بكل اريحيه مع بعض كجمهور، واحنا كجمهور شايفين ان موسيماني لا ناقة ولا جمل. هو الراجل ما تفهمش هو الراجل بيعمل ايه. يعني بعد مباراة غزل المحل اللي خسرنا فيها قالك ان انا هغار طريقة اللعب. طب بتعمل ايه يا عم موسيماني؟ وحد فاهمك انت بتلعب ايه اساسا؟ 4-2-3-1 ولا 4-4-2؟ قالك لا احنا هنبطل نلعب كور طويلة، هنلعب كرة عرضية. طب كرة عرضية على مين؟ هترجع والتر بوريا؟ لا هرجع مروان محسن. مروان مين يا باشا؟ ده نسي الكرة اساسا، ده هو بيسخر من نفسه ان هو بيضيع اهداف وخلاص، خدها برند اعلاني ان هو بيتاجر فيها في حتة ان هو بيعرفش يجيب جوان. خلاص عادي جدا الموضوع بقى بالنسبة له مش فارق. فده صعب جدا انك تقول ان انت تروح ترجعه علشان خاطر هيكون لعيب خطر على المرمى، لان ده حرفيا ما ينفعش انك تعامله اي معاملة جوه الملعب. ده خلاص امن ان هو ما بيعرفش يجيب اهداف، بقى معامله ليه ترند الراجل بياكل منه عيش، ترند ان هو ما بيعرفش يجيب اجوان. فلو جاب لي اجوان الترند ده هيروح، فاللي هو انت ازاي حاطط لعيب زي ده بالمواصفات دي اساسي يعني؟ وكأن المشكله كلها كانت محمد شريف، اللي هو في ناس تقول لك ايه لا ده محضر محمد شريف عشان ماتش الزمالك، الراجل خايف عليه، اللي هو احنا جايين من مباراه مغلوبين فيها قدام غزل المحله. فحته ان انت تبقى خايف على لعيب وان انت بتقعده على الدكه علشان خاطر تحضره الماتش الجاي، فدي فكره بصراحه خزعبليه. وحسين الشحات اساسي وناحيه الشمال موجود صلاح محسن. انت مش فاهم صلاح محسن حرفيا بيعمل ايه اول 45 دقيقه بجد، دول مش فاهم اي حاجه. حرفيا مجدي قفشه كالعاده بتلاقي ان هو صنع العاب او حتى بيميل لدور صناعه الالعاب، وراه عمرو السوليه وكمان موجود وراه اليو جان. ورجوع بدر بنون، رجوع بدر بنون وياسر ابراهيم لخط الدفاع بيشرح القلب بصراحه. يعني احنا كان عندنا خط دفاع الماتشين ثلاثه اللي فاتوا كان خط دفاع يجيب اعدام، اللي هو رامي ربيع وسعد سمير، او سعد سمير وبيلعب جنبه ياسر ابراهيم، كان موضوع مخيف جدا. فالحمد لله رب العالمين ان احنا عدينا من الاسطمبه اللي فاتت دي على خير يا راجل. محمود وحيد اساسي ناحيه الشمال، محمد هاني ناحيه اليمين اساسي، وخلاص يعني بدانا نشكر احمد رمضان بيكهام مع الفتره اللي قضاها جوه الملعب. وشوط اول كابتن حسام حسن بيقرر فيه ان انا هعمل جيم دفاعي. انا مباراه الدور الاول قررت ان انا اعمل جيم مفتوح، ودخلت شوط الثاني قدام الاهلي وقعت بدنيا وانهارت جدا بدنيا وشلت اربعه. وايه اللي حصل؟ كابتن حسام قدم مباراه دفاعيه الشوط الاول، ما كانش فيه فرص على مرمى كتير، الكره حسين الشحات تقدر تقول كده انه عمل كل حاجه تتعمل فيها، اللي هي كوره مزنوقه احسن كان لازم يلعبها في البعيده على محمد صبحي، والراجل عمل كده بس الكوره طلعت بره. والناحيه الثانيه عمار حمدي هو كان صاحب الفرصه الوحيده اللي اتحرك السكندري. خلصنا الشوط فرصه لفرصه 0-0، دخلنا الشوط الثاني لحد ما دام اللوي غالبا كده حس ان مروان محسن هو تقريبا كده حس رونالدو، حس فيه كده روح كريم بنزيما، اي حد كده من المهاجمين الكبار قالك ده الكوره متطرفه وهو هيلعب وان تاتش هتروح في البعيده. فراح عامل ضربه جزاء قدام مروان، اللي هو احنا مش مصدقين بجد، انت خايف من مروان للدرجه دي؟ انت غلبان قوي. طيب وبيخش بدر بنون يجيب الهدف الاول، وبعد الهدف الاول نفس العلقه اللي فاتت بتاع مباراه الذهاب، هي لعيبه الاتحاد وقعت بدنيا، لعيبه الاهلي تراجعت ولعبنا على المرتده وقدرنا ان احنا نستغل كوره محمد مجدي قفشه اللي لعبها لحسين الشحات وراه علشان خاطر يستلم الكروس العالمي اللي حسين الشحات عمله له علشان خاطر قفشه يجيب الهدف الثاني. وبعدها نبدا العك بتاع كل ماتش، ايه هو؟ موسيماني شغل دماغه. طب ما فاهمها لي. طيب يعني ايمن اشرف واخد انذارين، لو خد انذار هيغيب مع مباراه الزمالك، وياسر ابراهيم حد يعني سيبه في الملعب كده كده، انت فرقتك واقفه على رجليها والاتحاد مش خطر. لا انا هنزل ايمن اشرف. طب ليه؟ طب تفهمنا ليه؟ وهطلع حسين الشحات يعني من صلاح محسن؟ ده حسين الشحات نفسه مستغرب بيقول له ليه؟ ده انا حتى الماتش الوحيد اللي بدات انطق فيه. بس عادي غيرنا حسين الشحات ونزلنا طاهر محمد طاهر. طب كده طاهر محمد طاهر بيلعب فين وصلاح محسن بيلعب فين؟ والله يا ابني ما حد فاهم اي حاجه. وكملنا على كده عك في عك في عك في عك في عك لحد ما الراجل خلص الخمس تغييرات بتاعته، وخلاص يا جماعه نزلت لكم وليد سليمان وطلعت لكم صلاح محسن كخه ونزلت لكم محمد شريف، عايزين اي حاجه مني تاني بقى؟ طب خلاص احنا هنركن بقى الباص ونلعب على المرتدات. كابتن حسام من الناحيه الثانيه خلاص يا جماعه هي 2-0 وخربت، نزل رزاق السي، نزل الفرود الاجنبي اللي عنده جنب رزاق، خلاص يلا يا جماعه محتاجين ان احنا نهاجم. وقاعدين نتفرج على مباراه عملينا ضايع يا جماعه، يعني والله كويس بنروح وبنضيع، بس بنقدر في اللحظات الاخيره ان احنا الهدف بتاعتنا مش عايز اطلع كلين شيت. بقينا لما بنطلع كلين شيت كده بنزعل عشان خاطر احمد الصباحي يستلم
من ورا لعيبه الاهلي والراجل يحطها بسهوله ويصرف مره محمد الشناوي وبدر بنون بيقول اوف سايد اوف سايد يا عم اوف سايد ايه بس يا جماعه علشان خاطر نخلص المباراه اللي تعبت عينينا من التصوير بالتليفون 6600 علشان خاطر ما حدش فاهم الدنيا في مصر عندنا ماشيه ازاي اللي هو تصوير سيء وموسيماني ومحمد الكواليني واحمد شوبير سولو تحليلي يا جماعه والله الواحد بيتعرض لجلد ذات في الماتشات بتاع الدوري المصري اللي بيتفرج عليها دي فلو انت ما عملتش لايك فما تشتمش على الاقل يا صديقي فاحترم ان احنا حرفيا بنجلد ذاتنا باللي احنا بنتفرج عليه ده ويقول لك مباراه القمه بين الاهلي قمه ايه يا عم موسيماني بيعق هنا وهناك كالترون بيخربها فيش والله ما فيش فايده يا جماعه معلش والله انا كنت منتظر مني كلام كده على موسيماني حلو فهتروح هناك هتلاقي في ناس كتير قوي بيتكلموا كلام لذيذ قوي على موسيماني هتحب تسمعه لو حبيت الجملتين اللي انا قلتهم فاعمل لايك او سبسكرايب واعمل ديسلايك لو ما عجبكش